حول هذا الموضوع ينضم إلينا من بروكسل السيد رمضان أبو جزر مدير مركز بروكسل الدولي للبحوث. مرحبا بك سيد رمضان. يعني المسألة معقدة جدا فيها كثير من التفاصيل، يعني لو سمحت لنا أن نفهم أكثر حول هذا الموضوع، يعني مهلة 60 يوما المقدمة من طهران، ما الذي يمكن أن تحدده من مصير الاتفاق النووي؟ هي مساء الخير. أحد أساليب إيران للضغط على الشركاء وعلى الذين تبنوا البقاء ضمن الاتفاق النووي الإيراني وخاصة دول الاتحاد الأوروبي، حيث أن الرسالة للسيد ظريف كانت واضحة أن فيها تهديد مبطن عندما تحدث عن أن إيران قد قامت بصرف عشرات المليارات خلال السنوات الماضية للالتزام بكل ما تم توقيعه ضمن الاتفاق النووي، وأن إيران قامت بمنع مئات آلاف المهاجرين الأفغان خلال السنوات العشر الماضية من الوصول إلى أوروبا بالتزام حكومي، وأن إيران قد حمت أوروبا من كميات مهولة من المخدرات التي كانت ستتوجه. هذا تهديد مبطن، ولكن الموقف الأوروبي الوحيد الذي تم تسجيله عقب التصريحات الإيرانية هو موقف الفرنسي عبر وزير الدفاع الفرنسية، التي تقول أن فرنسا ممكن جدا أن تعود إلى تطبيق عقوبات قاسية على إيران إذا لم تلتزم. طيب، وهذا سؤال آخر سيد رمضان، يعني لماذا هذا الموقف الفرنسي فقط هو الذي سجل من ضمن الدول الأوروبية، ما موقف الدول الأخرى؟ لأننا غدا لدينا قمة أوروبية، وأن الاتحاد الأوروبي ينتظر أيام ويحتاج كثير من الوقت والروية لاتخاذ إجراءات جماعية. غدا نحن أمام قمة أوروبية، وليس من المتوقع أن ترد القمة على الموقف الإيراني الجديد، ونحن نتوقع الاثنين القادم اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيون، وهذا ما تعودناه من دول الاتحاد الأوروبي أن ترد بعد أخذ الوقت المناسب والتفكير. ولكن نسجل اليوم أن سياسة الرئيس الأمريكي ترامب قد نجحت بجر السياسة الأوروبية إلى المعسكر الأمريكي، أي أننا سوف نشهد في الفترة القادمة مواجهة أوروبية إيرانية، وخاصة أننا أمام انتخابات أوروبية في نهاية هذا الشهر سوف تفرز شكلا سياسيا جديدا، وليس من الأكيد أنه سوف يشبه سياسة السيدة موغريني تجاه إيران. إذن كل المؤشرات تقول أن إيران تستعدي أوروبا، وأن أوروبا جاهزة لمواجهة سياسية مع إيران. أعتقد أن شهر العسل الأوروبي الإيراني في نهايته أو قد انتهى بالفعل. توجه الإيرانيون إلى روسيا والصين بهذا الزخم، المستفيد الوحيد باختصار سيد رمضان، إلى أين ستنتهي هذه السجالات السياسية برأيك؟ يعني توقعاتك طبعا. أعتقد أنه بالأخير بالمحصلة سوف يحدث شبه تطابق للسياسة أو تقارب كبير بين السياسة الأمريكية والأوروبية تجاه إيران، والتي محتواها يفيد أن إيران يجب أن تعيد التفاوض من جديد على اتفاق نووي جديد حسب الرغبة الأمريكية، وأوروبا لم تستطع أن تحمي الاتفاق النووي أو تحمي العلاقة أو المكتسبات الاقتصادية مع إيران تجاه العقوبات الأمريكية، ولن تستطيع أن تبقى أوروبا بعيدة عن السياسة الأمريكية تجاه إيران. أشكرك جزيلا على كل هذه الإيضاحات. كنت معنا من بروكسل رمضان أبو جزر مدير مركز بروكسل الدولي للبحوث.